النهارده كمان بعض الوزراء ما دخلوش مكاتبهم، قاموا بعدد من الجولات في القاهره وفي المحافظات، منهم وزير الداخليه، وزير التموين، وزير الاسكان، وزير الصحه. واضح انه هذه الحكومه كده من البدايه انها عايزه تعمل حاجه، لانها مدركه انه امامها تحديات كثيره. النهارده كمان رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب خاطب الشعب لاستنفار الهمم، وحث الجميع على البدء في العمل وعدم العوده الى الماضي، وعدهم بعدم التستر على الفساد، وعد المصريين ايضا بتحقيق الامن. خطاب محلب النهارده استغرق تقريبا 12 دقيقه، كانت اقرب الى مصارحه مع الشعب المصري. النهارده الاستاذ حمدين صباحي المرشح لرئاسه الجمهوريه صرح انه هيدعم الجيش وهيدعم الشرطه حال فوزه في الانتخابات، وانه هيمنع تجاوزات الشرطه في حق المواطنين الابرياء، وانه حلف 30 يونيو يتفكك بسبب اخطاء وزاره الداخليه، وقال انه حكومه المهندس ابراهيم محلب تم تنقيتها من الطعم الثوري. الأستاذ حمدين صباحي له طبعا كل الحق أنه يقول رأيه في أي حاجة، لكن النهاردة كلامه كان بيحمل اتهام صريح للشرطة بالتجاوز في حق المواطنين الأبرياء. لما يصدر هذا التصريح من شخصية بحجم الأستاذ حمدين صباحي، البعض بيرى أنه ده بيعطي فرصة للمتربصين بالشرطة سواء في الداخل أو في الخارج. أما كلامه عن أنه حكومة المهندس إبراهيم محلب تم تنقيتها من الطعم الثوري، فكنا بنتمنى أنه ينتظر الأستاذ حمدين صباحي، ينتظر ولو لشهر واحد حتى يعطي فرصة كاملة لهذه الحكومة للعمل، ثم بعد ذلك يقوم بتقييم أدائها، لأنه الحكومات السابقة اللي كان فيها ثوريين واللي كانت بطعم ثوري زي الحكومة الماضية، كان فيها الأستاذ كمال أبو عيطة، كان فيها الدكتور أحمد البرعي، كان فيها الدكتور حسام عيسى، كان فيها الدكتور زياد بهاء الدين، وكان طبعا على رأسها الدكتور حازم الببلاوي، كانت حكومة بطعم ثوري. كمان الحكومة اللي قبلها حكومة الدكتور عصام شرف اللي اختيرت من داخل ميدان التحرير، كمان الحكومة اللي جت بعدها حكومة الدكتور هشام أنديل اللي كانت طبعا حكومة الإخوان، كلها كانت حكومات بطعم ثوري، لكنها للأسف لم تستطيع أن تحصل على رضا المواطنين، ولم يعتبروها أنها حكومة تعبر عن الثورة أو أنها حتى حكومة تصلح لهذه المرحلة الانتقالية. وكنا كمان بنتمنى صراحة أن الأستاذ حمدين صباحي يفرق عن أي ثورة يتحدث، هل يتحدث عن ثورة 25 يناير ولا عن ثورة 30 يونيو. طبعا بنطلب من الأستاذ حمدين صباحي أنه يضع يده في يد هذه الحكومة الجديدة اللي رفعت شعار البناء حتى تستقر الأمور. الحاجة الثانية اللي عايزين نتوقف أمامها النهاردة تصريح الدكتور عصام حجي المستشار العلمي لرئيس الجمهورية. الدكتور عصام حجي له طبعا كل التقدير وكل الاحترام، وأكيد أنه رأيه فيما يخص العلم مقدر بشكل كبير، لكن أنا هنتوقف أمام الرسالة اللي بعتها النهاردة وبيقول فيها: نظرا للظروف التي يمر بها العلم أجلت زيارتي لمصر حتى لا أزيد من حالة الاحتقان الإعلامي، لأنه ليس حل للأزمة. عايزين بس نتوقف أمام كلمة زيارة، وعايزين نقول أنه يا دكتور عصام أنت المستشار العلمي لرئيس الجمهورية، لرئيس جمهورية مصر العربية، وبالتأكيد أنه مجيئك إلى مصر ليس زيارة، لأنه مصر هي وطنك وأنت المستشار العلمي لرئيسها. أما بقى كلامك عن أنه هذا الجهاز يفتقد للأسس العلمية، حيكون نتمنى أن حضرتك تيجي وتقعد مع الناس وتقول رأيك قبل ما تقوله في وسائل الإعلام الغربية، زي ما قلت رأيك مرحب بيه، وقد يكون فيه يعني شيء كبير جدا من الصحة، ولكن كنا نتمنى أن هذا الرأي يقال في مصر ولا يقال على وسائل الإعلام الغربية. كمان لعل المستشار العلمي لرئيس الجمهورية له أسس لابد من اتباعها، وإذا كنت أجلت زيارتك لمصر خوفا من الاحتقان الإعلامي، فعايزين نقول أنه الاحتقان الإعلامي بسبب هذا الجهاز لم يحدث إلا بعد التصريحات اللي حضرتك أدليت بيها في وسائل الإعلام الغربية. أما بقى فيما يتعلق بموضوع اختراع الجيش لجهاز بيعالج فيروس سي وفيروس الإيدز، حركة 6 إبريل طبعا جبهة أحمد ماهر بدأت تظهر من جديد. الحركة طلبت كل حاملي فيروس سي ومرض الإيدز في مصر إن هم يتوجهوا يوم 30 يونيو إلى المستشفى كل المستشفيات العسكرية ويرفعوا شعار عالجونا. طبعا حضراتكم عارفين انه حاملي فيروس سي في مصر بالملايين، لان مصر هي من اكثر الدول انتشارا فيها او بينتشر فيها هذا
المرض. طبعا أنا مش عارفة يعني أنه لو توجهوا إلى المستشفيات العسكرية هؤلاء المرضى اللي بالملايين إيه اللي ممكن يحصل. كمان عايزة أسأل حركة 6 إبريل جبهة أحمد ماهر بالتحديد، مش حاسين أنه في حالة من التربص، أنه في حالة من الاستياط في الماء العكر؟ طبعا كمان النهاردة توقفنا الحقيقة أمام الخناقة اللي حصلت النهاردة ما بين مجند في القوات المسلحة وأمين شرطة أمام قسم إمبابة. طبعا الموضوع تم احتوائه سريعا، لكن عايزين نقول أنه البلد مش ناقصة، وأن احنا لما نقرأ عن أنه في خناقة، أنه في اشتباك حصل ما بين الجيش وبين الشرطة في أمام قسم إمبابة، أنه ده كان من الأخبار الحقيقة المفجعة أقرب إلى المصيبة. النهاردة بدأت المناورة زايد واحد ما بين الجيش المصري والإماراتي، واللي هتستمر لمدة أسبوعين. تفاصيل هذه المناورة خلينا نعرفها من اللواء حسام سويلم الخبير العسكري. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. إيه تفاصيل هذه المناورة ومدى أهميتها، مناورة ما بين الجيش المصري والجيش الإماراتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المناورة بتشمل عناصر من القوات البحرية، عناصر من القوات الخاصة صاعقة والمظلات، عناصر إبرار بحري بري طبعا، بتيجي في توقيت مهم جدا. أولا أنها بتعكس البعد الاستراتيجي للتعاون ما بين مصر وما بين دولة الإمارات في مجالات مختلفة، أعتقد احنا شفناها في مرحلة ما بعد سقوط نظام الإخوان المسلمين. دي نقطة مهمة. النقطة الثانية انها بتشكل رد للتعزيزات الإيرانية الأخيرة في الجزر الإماراتية، لأن إيران أعلنت انها تعزز وجودها العسكري بالقرب من سواحل الإمارات، فهي رسالة إلى إيران بأن الإمارات مش وحدها ولكن لها عمق استراتيجي في مصر، ومصر بتتعاون معها استراتيجيا في مواجهة أي تهديد تتعرض له الإمارات. البعد الثالث في المغزى بتاع هذه المناورات إنها بتشكل نواة أو بتعكس بداية تحالف إقليمي دولي بتشارك فيه مصر، الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، ردا على تحالف شايفينه مضاد لمصر بتشارك فيه تركيا وبتشارك في قطر والإخوان وأمريكا. وهذا التحالف مع الإمارات ومع السعودية ومصر له سند دولي في روسيا يعطيها ثقل أكثر. دي الأبعاد الاستراتيجية لهذا التعاون للمناورات العسكرية اللي دايرة ما بين البلدين. بشكر حضرتك سيادة اللواء حسام سويلم الخبير العسكري. تحالف شباب الإخوان المنشقين أعلن عن مبادرة جديدة طلبوا فيها الرئيس عدلي منصور بإجراء استفتاء شعبي للتصالح مع جماعة الإخوان. مع الأستاذ عمرو عمارة المتحدث باسم تحالف الشباب المنشقين. مساء الخير يا أستاذ عمرو. أستاذ عمرو عمارة. ألو أستاذ عمرو، سامعني؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. عايزه اعرف المبادره، يعني ايه هي فحوى هذه المبادره اللي قدمتوها الى رئيس الجمهوريه اليوم فيما يخص فكره الاستفتاء على المصالحه مع جماعه الاخوان؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا لسه المبادره ان شاء الله هنعلن عليها بشكل رسمي في مؤتمر صحفي ان شاء الله يوم السبت القادم. هتتوجه المبادره قبل اي حاجه للشعب المصري، اولا كاعتذار، والمبادره نوجهها للشعب المصري ونقدمها للحكومه والرئاسه والجماعه الاخوان. حددنا فيها 8 بنود، يعني البيان اللي هو نزلناه النهارده بنقول للقوى الثوريه بالكامل، بنوجه لهم رساله يعني تعالوا انتوا احضروا هنطرح المبادره، بنقول كفايه ايا كان، مع يعني متفائلين خير مع تشكيل الوزاره الجديده بتاعت المهندس ابراهيم. طب انت بتقولي بس المبادرة الاول هتشمل مين؟ يعني مصالحة مع مين بالتحديد؟ الو، المصالحة مع مين بالتحديد؟ المبادرة؟ المبادرة هي مكونة بين تصالح بين الحكومة وبين جماعة الإخوان.
يعني احنا شايفين ان هو الوقت دوت ايا كان في مبادرات في تصالح، احنا برضو بنسعى باللي علينا. حطينا الرؤيه كامله، واكيد يعني الشعب المصري في الاول وفي الاخر هو سيد القرار. ما هو الشعب المصري ايا كان، يعني الدم المصري كله حرام في الاول وفي الاخر. احنا جماعه الاخوان اكيد في البنود اللي احنا حطينا بنرفض ممكن التصالح مع قيادات الجماعه ايا كان. يعني احنا محددين مجلس، يعني المجلس اللي يتشكل من الشباب اللي هيتوجه حتى للقاء الرئيس المعزول في السجن او الدكتور بديع او المهندس خيرت او هيتعامل. يعني ان شاء الله ده كله ان شاء الله احنا متفائلين خير في المبادره. هيروحوا يقابلوا الدكتور مرسي او الدكتور بديع ليه؟ ان احنا بنتكلم ان الدكتور مرسي او الدكتور بديع او المهندس خيرت في ايديهم زمام الامور. احنا لا نعترف بالتحالف الوطني لدعم الشرعيه بالكامل الذي يومي على الله يعني بيصدر بيانات غريبه والكلام ده كله. احنا تمام، هيقابلوه ليه برضه او هتقابلوه ليه؟ احنا هنتكلم معاهم في وقف عشان يرحموا شباب مصر في الاول وفي الاخر، شباب جماعه الاخوان ايا كان. احنا مؤمنين يقينا ان الشباب ديت هم الجماعه وفكر الجماعه هو اللي بيحرضهم، ناس اتربت على المبايع والسمع والطاعه. يعني احنا بنناشدهم او هنناشدهم يرحموا شباب مصر ايا كان ويوقفوا يعني بايديهم وهم زمام الامور في الاول وفي الاخر. طبعا هي يعني المبادره الهدف منها يحترم الحقيقه، بس انت شايف انه لسه في مجال للحديث عن المصالحه؟ في ناس بتشوف انه عدى وقت الحديث عن اي نوع من انواع المصالحات، وخاصه ان انت بتقول لي ان انتوا متوجهين مباشره الى خيرت الشاطر او الى دكتور بديع او الى الرئيس المعزول. لا انا شايف ممكن ايا كان احنا هنوجهها زي ما قلت لحضرتك للشعب المصري وكل الناس. البنود لسه اكيد ومفيش حد خالص وصل له حتى المبادره ايا كان اللي حتى اعلنوا رفضهم ليها من غير ما يشوفوا منهم مننا كل احترام. بنقول لهم انتظروا شوفوا المبادره، شوفوا رؤيتنا ماشي. ايا كان جماعه الاخوان زي ما حضرتك ما بتقولي في وقت المصالحه وهم عاوزين كده، يبقى الشعب المصري بالكامل اللي هو رافضهم هيرفضهم تاني، واتوقع اللي هتبقى نهايه جماعه الاخوان الشهر القادم. طيب انت بتقولي انه هذه المبادره فيها ثمانيه نقاط، ممكن توجز لي النقاط دي سريعا؟ النقاط كلها انت بتقولي 8 نقط هي اللي بنيتوا عليها المبادره. احنا هنتكلم مثلا في البند الاولاني هنطالب مثلا بالافراج عن قيادات جماعه الاخوان المسلمين وافرادها اللي هو كل من هو لم يتوجه اليه تهمه جنائيه. يعني هنتكلم احنا هنضمن الدوله برضو ضمان في المشاركه في الحياه السياسيه. هنتكلم برضو ان الدوله عليها برضو نقط ثانيه اللي هي مثلا تضمن ضمان او جماعه الاخوان ثاني في المشهد السياسي وحزب الحريه والعداله. يعني ان هم يدخلوا ثاني في المشهد السياسي. السياسي. ده دي من جهه الدوله وتشكيل لجنه تقصي حقائق جديده معلنه. لمعرفه برضو ايا كان يعني والدوله كمان تضمن ايا كان اللجنه دي اللي هتثبت فيه تقدم فعلا للعداله المصريه ايا كان. نتكلم برضه في الرؤيه الثانيه جماعه الاخوان برضه حاطين لها برضه بنود ممكن برضه جماعه الاخوان عليها تقدم ايا كان اعتذار للشعب المصري، تعترف بخريطه الطريق. وان شاء الله اتوقع ان شاء الله لما المبادره ان شاء الله هتنزل يوم السبت ان شاء الله خير. طيب خليك معايا استاذ عمرو، معايا الاستاذ طارق الخولي عضو تكتل القوى الثوريه. مساء الخير يا استاذ طارق. مساء النور يا فندم. ازاي ممكن تقرا مبادره بهذا الشكل بيرفعها الشباب المستقل او المنشق عن جماعه الاخوان، مبادره بتحمل عدد من النقاط يمكن اوجزها لنا الاستاذ عمرو في فكره اعتذار الاخوان، فكره التصالح مع من لم يحمل السلاح او لم يحرض على القتل، فكره يعني تشكيل لجنه تقصي حقائق، ومن ثم عودة الإخوان إلى الحياة السياسية من خلال الحزب، حزب الحرية والعدالة. والله أنا يعني أنا بكره بشكل كبير جدا الميوعة السياسية واللي بيحصل حوالين فكرة إن احنا نتكلم على إخوان ما حملوش السلاح وبيتظاهروا تظاهرات سلمية، وإخوان آخرين حملوا السلاح وارتكبوا جرائم ضد الشعب. إخوان لم ينفصلوا عن بعض، والإخوان ممكن يكون عندهم أدوار متعددة بيقوموا بيها، عندهم تظاهرات بينزلوا بيها بشكل ما بيقوموش بيه عمليات تخريبيه، وتظاهرات اخرى بيقوموا عمليات تخريبيه عشان طول الوقت يقولوا لا ده احنا بنقوم بتظاهرات سلميه واي حد بيخرج على الخط فهو مش تابع لينا. فقصه ان احنا نبيع نفسنا الى تآمرات الاخوان والى الكلام حوالين مصالحه قايمه على دماء ناس كل يوم بتموت وقايمه على تخريب وقله ادب في اتجاه الشعب المصري شغال من جماعه الاخوان ما بيتوقفش للحظه، فدي ميوعة سياسية. طيب يعني حضرتك أستاذ طارق أصلا مش معترف بفكرة شباب المنشقين عن جماعة الإخوان؟
يعني في شباب منشقين عن جماعه الاخوان بس هم مش كتير، اولا عددا هم مش عددهم كبير، بجانب ده اذا كان عددهم قليل فيقدروا ان هم يعبروا عن نفسهم بعيدا عن جماعه الاخوان. انت بتتكلم حوالين فكره انك غير تابع لجماعه الاخوان، اذا تبرأ منها واهلا وسهلا بيك في اي قوه سياسيه انت تحاول تدخل فيها، لكن ما اتكلمناش دلوقتي على كيفيه خروج بعض اعضاء الجماعه من مأزق معين، او ان احنا ازاي نسهل على الجماعه ان هي تخرج من مأزقها الحالي ونحاول ان احنا نمهد لها الطريق انها ترجع تاني. لا احنا لازم بقى نتعلم من اللي فات شويه وما نبقاش نفسنا الجماعة الاخوان بهذه السهوله ونقعد لمبادرات عماله تخرج شويه من دكتور حسن نفع شويه مش عارف من مين، ويخرجوا كل شويه علينا بمبادره مصالحه مش فاهمين هو عايز منها ايه او الغرض منها ايه. طيب خليك معايا استاذ طارق، هرجع في النقطه دي الاستاذ عمرو عماره لسه معايا تليفون. معاك يا فندم. طيب استاذ طارق الخوري واحد من اعضاء تكتل القوى الثوريه بيقول لك ان انتوا عايزين ترجعوا للمشهد السياسي كشباب منشق من جماعه الاخوان، اهلا بيكم، لكن بدون هذه المبادرات اللي بتحمل نوع من الميوعه السياسيه. حته الرجوع في المشهد السياسي ايا كان كلام الاستاذ طارق اكيد انا بحترمه، احنا موجودين في المشهد السياسي بما انه هو في تكتل القوى الثوريه ممكن يرجع الاستاذ محمد عطيه واعترض، يعني اتعرض علينا تكرارا ان احنا نتحالف كمان حتى في جبهه ثوره 25. اتعرض عليكم ايه؟ نرجع نخش جبهه تكتل القوى الثوريه اللي الاستاذ طارق طرحها. اتعرض عليكم وانتوا رفضتوا؟ لا احنا ما رفضناش، احنا ما نقدرش نرفض طالما احنا فعلا ايه عندنا هدف وعندنا رؤيه، يعني ايا كان تكتل القوى الثوريه اكيد يشرفنا طبعا، بس لسه ايه جاب التنسيق، بس انا بفهمه بس ان احنا موجودين في المشهد وحضرتك ايه الجبهه او التكتل اللي انت تابع ليه اتصل بينا. دي النقطه الاولى. انت بتتكلم على النقطه الثانيه اللي هو مثلا المنشقين او ايا كان، احنا عاوزك تبقى مؤمن بحاجه واحده بس، ان في الاول وفي الاخر كلنا مصريين. لازم انت برضه تقول المبادره خرجت، اطلع انت برضه بمبادره توقف الدم، قبل ما تحاسب شباب الاخوان ولا الكلام ده ولا حتى احنا كمنشقين، حاسب المجتمع نفسه اللي ودى الشباب دي كلها لجماعه الاخوان، يعني احنا بنتكلموا يعني بامر ايه؟ كلام تاني، انت تشوف المبادره، عندك مبادره تطرحها، مفيش حاجه في الدنيا اسمها لا تصالح ولا الكلام ده كله، احنا ما بنقولش تصالح مع من حمل السلاح والكلام. طيب وحضرتك شايف انه عوده الاخوان بالتحديد للمشهد السياسي من خلال طبعا الذراع السياسي لجماعه الاخوان حزب الحريه والعداله، شايفه انه ده مقبول من المجتمع المصري ان هم يعودوا من جديد للمشهد السياسي؟ لا، او ممكن كمان جماعه الاخوان هي ترفض المبادره ديت، يعني في الاول فاكر انت برضه رفضت كل المبادرات قبل لما كان في وقت للحديث عن المبادرات بالفعل، يعني رفضت كل المبادرات. احنا بنوجه كلمتنا احتراما للقوه الثوريه كلها من حقها ان هي تتكلم، بس في شعب مصري موجود في المشهد، موجود اكبر كتله موجوده في الكره والنجوع في رئاسه الجمهوريه، هي بيت كل المصريين، هي اللي تحدد. يبقى جماعه الاخوان حتى لو رفضت المبادره دي كما قرر الاستاذ طارق في مبادرات ثانيه، على الشعب المصري اللي هو هيرفضهم بالكامل من المشهد السياسي. طيب خليك معايا هسمع كمان استاذه مها ابو بكر المتحدثه باسم حركه تمرد. استاذه مها، سمعتي الحديث عن هذه المبادره اللي بيحملها مجموعه من الشباب المشق عن جماعه الاخوان، وبيقول علينا ان ننتظر ربما اذا رفضت الاخوان هذه المبادره فيلفظها الشعب المصري بالكامل بعد المبادره. يعني في حقيقة الأمر طبعا أنا بثمن دورهم، ولكن في نفس الوقت ما اندهش من حاجة مهمة، هو شخصيا بيقول إن قد ترفض جماعة الإخوان المسلمين هذه المبادرة، إذا ليه طالعين بيها أصلا؟ ده رقم واحد. ده رقم اثنين، مين دلوقتي عنده القدرة أو عنده الشجاعة إنه يفرض جماعة الإخوان المسلمين مرة أخرى على الشعب المصري؟ يعني الأزمة الحقيقية لجماعة الإخوان المسلمين مش في مواجهة السلطة، هي في مواجهة الشعب. يعني في الوقت اللي الاخوان كل يوم بيظهر طورتهم اكثر في العنف وطورتهم في الدم، موت كل يوم عسكري او ضابط سواء جيش او شرطه بعد تحريض من جماعه الاخوان او محبيهم او مروديهم، يعني خلينا نقول ان هم ليهم ذراع بشكل او باخر فهذا الامر، يعني ازاي اجي انا اقول ان انا هعمل مبادره؟ يعني يقول لك طب خلاص، طب شوفي طريقه انت اعملي مبادره لوقف نزيف الدماء في الشارع. يعني في حاله الامر عشان يحصل اصلا مبادره لوقف نزيف هذه الدماء، اولا لابد ان تتراجع الاخوان عن العنف، دي اول خطوه. يعني في الشوارع كل يوم جمعه وما تنزلش تهاجم، يعني اللي بيعترض على الاخوان هم ماشيين في مسيره من الشعب المصري بيعتادوا عليه، يعني لابد الاخوان هي الاول تقدم تقول ان انا هرجع في الصف الوطنيه المصريه مواطن صالح لي ماليا وعليا ما عليا. ده مش حاصل، إذا ده مش حاصل وإذا الشعب معتبرها عدو، أنا إزاي أقدر أطرح مبادرة؟ دي رقم واحد.
رقم اثنين انه في حقيقة الامر يعني هذا النوع من الكلام عن هذه المبادرات والمؤامرات تستهلكنا يعني في اتجاه سياسي احنا في غنى عنه دلوقتي. احنا يعني في صدد انتخابات رئاسيه بصدد يعني انجاز خريطه الطريق بعد انجازها الرئيس المنتخب هو فقط الذي يستطيع ان يعقد هذه المبادرات وهذه طيب. المؤامرات نظرا لانه هيكون مقدم من الشعب المصري، لكن دلوقتي رئيس مؤقت يستطيع ان يتحمل تبعيد ذلك، يعني اعتقد ده كلام طيب. بشكرك استاذه نعم يعني. بشكر حضرتك معها ابو بكر المتحدثه باسم حركه التمرد، كمان استاذ طارق الخولي عضو تكتل القوى الثوريه، واستاذ عمرو عماره المتحدث باسم تحالف الشباب الاخوان المنشقين تكتل القوى الثوريه وحركه التمرد رافضين لهذه النوعيه من المبادرات مع جماعه الاخوان. حركة حماس أصدرت بيان للتنديد والهجوم على القضاء المصري، طبعا الهجوم ده بدأ منذ بداية محاكمة مرسي بتهمة التخابر مع حماس بعد إقدام محكمة مصرية بنظر دعوة قضائية لاعتبار حماس حركة إرهابية. معنا المستشار زكريا شالش رئيس محكمة جنايات الجيزة، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا مساء الخير. إيه هي إمكانية يعني اعتبار أو إصدار حكم من محكمة مصرية باعتبار حركة حماس بأنها جماعة إرهابية؟ هو طبعا يعني كون ان ترفع دعوة امام القضاء المصري باعتبار ان جماعة حماس جماعة إرهابية ده يرجع الى تقدير المحكمة من واقع المستندات والمحاكمات التي تتم ومن واقع ما بدر من حماس في توريطها باكثر من مشهد في الجرائم الارهابيه اللي بتحصل في مصر. طبعا اكيد يعني هيثبت ان لها دور في الارهاب اللي بيحصل في مصر. وبعدين احنا عايزين برضو نقول لحركه حماس ان ده مش مبرر للتطاول على القضاء المصري، القضاء المصري غير مسيس والقضاء المصري بيحكم بالعدل والقضاء المصري جزء من الشعب المصري مش منفصل عن الشعب المصري. النهارده احنا من يوم مرسي جه وكان متفق مع امريكا على انه يدي جزء من سيناء لحماس عشان ياكلوا القضيه الفلسطينيه، ما فيش ولا عيار اطلق على اسرائيل من جانب حماس ولا عمليه استشهاديه. احنا كنا بنرفض وصف العمليات الانتحاريه ضد اسرائيل بانها عمليات انتحاريه، وكنا بنقول عليها نعم عمليات استشهاديه. نعم. اصبحت العمليات الاستشهاديه موجهه ضد الشعب لأنه المصري لانه البوصله اتغيرت من عدو اسرائيلي اصبح العدو الان الجيش المصري. العدو الاسرائيلي اتفقت مع حماس على انهم يفرملوا مصر وعلى انهم يضعفوا مصر. فاحنا عارفين ان الدور بتاع حماس يعني في مثل عندنا في مصر بيقول الميه تكذب الغطاس. هم يورونا هيعملوا ايه مع اسرائيل، يورونا اي نوع من المقاومه. اول نوع من المقاومه ان هي تتصالح مع فتح، انما اسرائيل تمكنت ان هي تفصل غزه عن بقيه فلسطين عشان تقعد تقول انا نتفاوض مع مين فيهم. نعم. وبالتالي انا بحمل حماس وقطر والدول المتعاونه معاهم ضياع القضيه الفلسطينيه، دي يعني مسامير بتوضع في نعش القضيه الفلسطينيه. صحيح. بشكر حضرتك سياده المستشار. ضيعوا فعلا القضيه الفلسطينيه. بالتاكيد بشكرك سياده المستشار زكريا شلش رئيس محكمه جنايات الجيزه. مباحث الإسكندرية ضبطت اليوم خلية إرهابية تستهدف ضباط وأفراد الشرطة والجيش وممتلكاتهم وأموالهم وعائلاتهم. خلونا نشوف الفيديو.